عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة التنمية والبكالوريا، مرحبا بكم مرة أخرى في حصة اللي غادي نخصصوها إن شاء الله تعالى المثال الثاني للموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. كلنا درنا مثال أول طرتنا فيه الامتحان الوطني 2018 علوم فيزيائية الدورة العادية. المثال الثاني غيكون هو أيضا امتحان ديال العلوم الفيزيائية، ولكن هذه المرة استدراكية ديال 2011. بطبيعة الحال هذا التمرين أيضا غتلاحظوا انه كيدرس الحركه ديال الموجات الصوتيه، وقلنا سابقا ان هذه الموجات الميكانيكيه المتواليه الدرس الاول في الموجات. دائما في اغلب الامتحانات الوطنيه كيدرسوا فيه الموجات الصوتيه، في الغالب كيدرسوا الموجات الصوتيه اذا كان الامر كيتعلق بانهم حطوا تمرين كيخص الموجات الميكانيكيه المتواليه. اذا نبداو على بركه الله، تبع معايا لان غنشوفوا مجموعه من الامور اللي هي مفيده ومفيده جدا. اذا التمرين بطبيعه الحال تقدروا توصلوا ليه لانه عباره عن امتحان وطني، يعني في جوجل تقدروا تطبي غير امتحان وطني علوم فيزيائيه 2011 دوره استدراكيه وتتبع معايا التصحيح بطبيعه الحال بكل سهوله. اذا التمرين اش كيقول لينا؟ بطبيعة الحال التمرين اللي راح عطاو عليه جوج ونص، يعني جوج نقاط ونص، وهي ماشي نقطة اللي هي هينة، خاص التلميذ يتقاتل على أي نقطة، أي ربع نقطة، أي نص نقطة في الامتحان الوطني. لهذا جوج ونصف هي سهلة بالمقارنة للتلاميذ اللي تبعوني في الحصص الماضية وشافوا الدرس من البداية ديالو بطبيعة الحال. إذا أش كيقول لي هاد التمرين هذا؟ يعتبر الكشف بالصدى الذي تستعمل فيه الموجات فوق الصوتية، وحنا قلنا في الدرس وايضا قلنا في المثال الاول بان الموجات فوق الصوتيه التردد ديالها فوق من 20000 هرتز. طريقه لتحديد سمك الطبقات الجوفيه، اذا ايضا تستعمل قلنا بالكشف الصدى، وايضا في الكشف او لا بتحديد عمق الطبقات الجوفيه، وايضا كيستعمل ايضا في غتلاقاو وطنيات سابقه في الملاحه البحريه. بطبيعة الحال السفن ملي كتبغي ترصي في الميناء كتبغي تحدد العمق ديال الميناء، ايضا كنستعملوا الموجات فوق الصوتيه، وبالضبط الجهاز اللي كيستعملوه هو السونار ولا كيتسمى ايضا المجس. يهدف هذا التمرين الى تحديد سرعه انتشار الموجات فوق الصوتيه في الهواء وتحديد سمك طبقه جوفيه للنفط. اذا اولا تحديد سرعه انتشار الموجات فوق الصوتيه في الهواء، اذا بغينا نعرفوا سرعه انتشار الموجات فوق الصوتيه في الهواء، وقلنا حنايا ان الموجات الصوتيه ولا فوق الصوتيه في الهواء السرعه ديالها كما قلنا في الدرس 340 متر بار سكوند، تقدر تزيد شويه تقدر تنقص بطبيعه الحال شويه. اذا انت تكون خدام، انت دابا خدام في التمرين وعندك فكره على سرعه الصوت في الهواء اش غتساوي. ايضا كنا قلنا سرعه الصوت في الماء هي 1500 متر بار سكوند، اذا كيف ما قلنا تكون زايده او ناقصه على حسب طبيعه الماء. بطبيعه الحال امتحان وطني ديال العلوم الرياضي 2016 غادي يحسبوا في او، يعني في سرعة الصوت في الماء، ولكن إلى ماء البحر غلقاوها 1489 تقريبا بحال هكا، إذا القيمة قريبة 1500. علاش ما لقاوش 1500 بالضبط؟ لأنهم ما استعملوش الماء المقطر وإنما داروا تجربة في ماء البحر. إذا تحديد سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء نضع على استقامة واحدة باعث أو، يعني الموجات فوق الصوتية ومستقبلين إغ1 وإغ2، تفصيلهما المسافة دي كتساوي 0.5. اذا انا غنرسم التبيانه التجريبيه باش نوضح الامور. بطبيعه الحال هذه اشكال اعتياديه اللي تكلمنا عليها سابقا في الدرس، وايضا شفناها في المثال الاول كيف ما لاحظتوا. اذا نرسموا التبيانه ونرجعوا من جديد. اذا بعد ما رسمنا الشكل ديالنا هو هذا، عندي باعث واللي كيلعب ليه دور المنبع ديال الموجات فوق الصوتيه، دونك هنا عندي باعث فوالا، وانا موجات صوتية يوصل موجات صوتية، وعندي مستقبلين امام الباعث كاين مستقبلين. المستقبل الاول بطبيعة الحال هو اللي قريب للمنبع، والمستقبل الثاني ابعد بالمقارنة مع المستقبل الاول من المنبع. اذا شنو قال لي هنا؟ عطاني هادشي كامل، شرح لي، قال لي كاين نقطتين، هذه نقطة ا وهذه بيان سور نقطة بي. السؤال الاول اعتمادا على الشكل اثنان حدد الشكل اثنان، وهذا الحد اللي كتهمني انا هو الحساسيه
الافقيه وطرت حيطها ليا وهنا في الشكل، قال لي جوج مربعات او لما جوج مربعات صغيرين يعني ديفيزيون واحده، هذه هي مربع هو هذا شحال كيمثل، كيمثل 0.2 ملي سكوند عندكم الوحدات. رد بالك الوحدات مزيان. اذا حدد، قال لك اعتمادا على الشكل حدد قيمه التاخر الزمني الطو بين الاشارتين المستقبلتين بواسطه اف 1 و اف 2. اذا من واحد المساله هنا نقدروا نحللوا شويه هذا المنحنى هذا كيف ما قلنا سابقا في الشكل. عندما تنتشر الموجات الصوتيه طبعا حاله الفضاء كامل يعني من البعيد في اتجاه المستقبلين، هذا الفضاء كامل شنو فيه؟ هذا الفضاء كامل عباره عن هواء. اذا هذه الموجات الصوتيه سوف تنتشر من البعيد في اتجاه اف 1 او في اتجاه اف 2 في الهواء. مزيان. هذه الموجات الصوتيه فين توصل في الاول؟ ابتداء سوف تصل الى اف 1 ثم بعد تاخر زمني تصل الى اف 2. يعني مثلا ها هي غاديه غاديه وصلت ليا لاف 1. مزيان. دابا اف 1 استقبلها، اف 1 استقبلها وصلت هاي. مزيان. اذا بما ان اف 1 هو المستقبل الاول اللي غتوصل الموجات الصوتيه، اذا الاشاره ديالو هي الاولى طالقين. ثم بعد تاخر زمني غادي الموجات الصوتيه سوف تستمر في الانتشار، ثم بعد واحد تاخر زمني ياك تصل الى اف 2. اش كيدير اف 2؟ كترسم ليا في المبيان ديالي ها طافقين. اذا اوتوماتيكمون هذا الرسم المبياني يوافق اف 1 لان الموجات الصوتيه تصل اولا الى اف 1 كترسم هو الاول في رسم تذبذب، ثم بعد واحد تاخر زمني ياك تصل الى اف 2. اذا هذا هو المبيان او الاشاره ديال اف 2 طافقين. وهذا الشيء بطبيعه الحال منطقي. احيانا اش كيقول لك؟ ما كيقولش لك عطيني الطو، كيعطيك واحد السؤال قبل من تجبد، قبل هذاك السؤال اللي غيجيك يقول لك جبد لي من الشكل طو او لا احصل على قيمه طو او لا استنتج من خلال الشكل قيمه طو. اش كيقول قبل في السؤال اللي قبل منه؟ كيقول ما هو المدلول الفيزيائي لطو؟ ما هو المدلول الفيزيائي لطو؟ حنا كنعرفوا ان طو مالها عباره عن مده زمنيه هو التاخر الزمني. اذا شنو المدلول الفيزيائي؟ الجواب على السؤال اش نقول ليه؟ المدلول الفيزيائي للطو، ما هو الطو؟ هي المدة الزمنية اللازمة لكي تنتشر الموجات الصوتية من اف 1 في اتجاه اف 2 طافقين. اذا هي المدة الزمنية اللازمة لكي تقطع الموجات الصوتية المسافة دي، لان ملي كنقول من اف 1 اف 2 فهاد التمرين عطوني بين اف 1 اف 2 عطوني المسافة دي 0.5 متر نص متر بين اف 1 و و اف 2. اذا المده الزمنيه اللازمه او الكافيه لانتشار الموجات الصوتيه من اف 1 الى اف 2 شنو هي؟ هي طو. المسافه المقطوعه اثناء هذه المده هي دي. اذا نقطه الحاله شي واضح هنا كما قلت لكم في الدرس، اذا بغيت نجبد طو من هذا المبيان بهذا الشكل اش كندير؟ يا اما كنمشي من مؤخره الاشاره للمؤخره، ولا من المقدمه للمقدمه. وحنا كنشوفوا هو مربع، هو مربع كبير، هذا هو المربع كبير، هذا مربع صغير، مربع كبير اش كيمثل؟ كيمثل لي بطبيعة الحال 0.2 ملي سكوند. إذا غادي نمشيو على بركة الله، ها مربع، أنا غنمشي من المؤخرة للمؤخرة مثلا، واللي مشى من المؤخرة للمؤخرة أو المقدمة للمقدمة غيلقى نفس القيمة. إذا لنلاحظ ها هي، دونك ها مربع، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ونصف. إذا اعتبرنا أن هذا مربع، إذا شحال هذا؟ نصف مربع. إذا نقول ليه مبيانيا، سؤال أول، مبيانيا نجد طو تساوي 7 مربعات ونصف. كل مربع شحال كيمثل؟ يوافق 0.2. طب الحال هذا باش بميلي سكوند، خصني نحولها كيف ما شفنا التحويلات، نضرب 10 أس ناقص 3. اوتوماتيك مش هلقى 1.5 طب الحال سكوند. اذا 1.5 طب الحال في 10 اس ناقص 3 سكوند. هذا هو التعبير او القيمه ديال الطو كيف ما شفنا حنا سابقا. اما كنقول طب الحال الطو، ولا كنسميها دلتا تي.
السؤال الموالي واللي هو سؤال واحد اثنان، حدد قيمة VR. سؤال واحد واحد، سؤال واحد اثنان، حدد قيمة VR، سرعة انتشار الموجات الصوتية في الهواء. إذا كان عارفه، نعلم أن في ديال R اش كتساوي دي على تو تو سامبلومون، يعني اش كتساوي هي 0.5 على 1.5 في 10 أس ناقص 3. إذا نحسبوا هادشي هذا بالكالكولاتريس، شحال لقاوها؟ 333.33 متر باغ سكون. إذا بطبيعة الحال القيمة قريبة للقيمة اللي كنعرفوها حنا، بطبيعة الحال اللي هي 340 متر باغ سكون. بطبيعة الحال ما غتلقاش ديما سرعة انتشار الصوت في الهواء كيساوي 340 بالضبط. علاش؟ لأنه كيف ما شفنا في الدرس، الهواء أصلا نقدر مثلا تجربة نديرو حد في واحد عينة من الهواء مثلا، ياك بها مثلا تلوث، إذا هناك غازات أخرى تقدر تكون في الهواء. إذا هذاك 340 هذاك راه مرجع ريفيرونس، يعني الهواء اللي هو نقي كتكون سرعة انتشار الصوت فيه هي 340 متر باغ سكون. إذا إذا كان الهواء تأثر بشي عوامل خارجية كالتلوث مثلا، هنا غادي نلقاو سرعة انتشار الصوت في تلك أو في ذلك المكان اللي فيه الهواء بطبيعة الحال تغيرات الطبيعة ديالو الحقيقية، غنلقاو السرعة كما قلنا إما تزيد أو تنقص نوعا ما. بطبيعة الحال ملي كنقول إما غتزيد أو تنقص، يعني تغيرات كثافة الهواء، إما تزادت كثافة الهواء طبقين غتزاد أنا السرعة، أو نقصت كثافة الهواء غنقص السرعة. وهذا الشيء باش كيجي من العوامل الخارجية اللي تقدر تأثر على الهواء اللي فيه المنطقة اللي حنا درنا بها التجربة بطبيعة الحال. اذا في السؤال واحد ثلاثة، طب الحال انا مسحت هنا السبوره باش بقى لي لي سباس ما بغيت ندوي على شي حويجات مهمين. في السؤال واحد ثلاثة طلب مني استطاله بي بالمقارنه مع استطاله ا. لاحظ معايا هنا واحد ثلاثة، حنا شفنا في الدرس واحد العلاقات، قلنا بان ايغريك اس كتساوي ايغريك ام عامل للتي بلس تو، اولا بدل الترتيب ديال هادو نقول إيغريك أم إيكالا إيغريك أس عامل تي موان تو. لاحظ معايا هنا جيدا، ابتداء أشني هي إيغريك؟ ابتداء أشني هي إيغريك؟ كيبان لك أن حنا بطبيعة الحال تكلمنا على هاد الشي في الدرس وقلنا بأن إيغريك ملي كنقول استطالة أي ارتفاع. الاستطالة شناهي؟ هي الارتفاع. في الشكل اللي كان عندنا هنا كيبان لك أن النقطة أ هي اللولة اللي كانت، والنقطة بي هي غتجي من بعد. بحال هنا اس شناهو؟ هو اللي من بعد، إذا هو أول نقطة في الحبل مثلا، بين ان وواحد النقطة غتجي من هنا لقدام. متفقين؟ أنا غنعطيك مثال لأنه كثير من التلاميذ غير حافظ هاد العلاقة ما فهمهاش من جد. لاحظ معايا هنا باش نفهمو مزيان اش واقع. مثلا نفترض عندي حبل هاهو فيه نقطتين، عندي ا و بي بحال الشكل ديالنا هنا عباره عن حبل. حنا سيدي هنا ما عندوش على المنبع، هو راه طبقتي هذه المثل الخاصيه بين اس و ا هي هذه، بين هي ايغريك ام سمينا هنا ا، هنا اما بين ا بحال هنا اجي نقدر نسميها ا مثلا ايغريك ا مثلا ايغريك ا، يعني طبقتيها بين ا و اس شكون سبق الاول؟ اس سبق ا. طبقتيها بين اس و بي اس سبق بي. طبقتيها بين ا و بي بحال كتولي اس هاد ا كتولي تلعب الدور ديال المنبع. متفقين؟ كتولي ا هي الاولى و بي بطبيعة الحال من بعد غتجي. اذا هاد الشيء غنقول لك انا بين ا و بي، حنا في التمرين سماو لنا ا و بي. نفس الشيء كنطبق بين اس و ا او بين اس و بي، نفس العلاقه كتبقى هي هي. ركز جيدا. اذا لاحظ معايا هنا، حنا قلنا سابقا بانه في الحبل او اي وسط سائر النقط المكونة للوسط المادي تكرر اهتزاز المنبع. متفقين؟ إذا هاد الشوي هذا راه جايني ابتداء من المنبع، ياك ابتداء من المنبع ثم ينتشر عبر الحبل. ها هي ا عندها واحد الارتفاع هنا، عندها واحد الاستطالة معينة، بينما هنا كانت الاستطالة ديال قبل تشوي هاد الشيء كانت الاستطالة ديال ا مالها منعدمة. هي اس. اذا اس راه هو الاول اهتز
والتسويق قلنا ينتشر هادشي شفنا في الدرس وصل الأ، بينما هنا بي مالا بي ساكنة، بي بقى ساكنة بقى ما وصلهاش التسويها هي. جيد، إذا لافترضنا أنه عندما يصل التسويه، عندما يصل التسويه للنقطة أ، هذه اللحظة نسميها تي، هذه اللحظة نسميها تي. إذا شنو هي اللحظة تي؟ شنو التعريف ديال اللحظة تي؟ هي اللحظة التي يصل فيها التسويه إلى النقطة أ، أو بالضبط هي النقطة، هي اللحظة التي تكون فيها أ هي الذروة. صافي؟ إذا أ في كاينة دابا في الذروة. لأنه قدرت تغلط لك المفاهيم هنا، لأن قلنا في الدرس ملي كنقول واحد التسويه وصل النقطة أ، كتكون النقطة هي المقدمة. ماشي وصلها دابا هنا، هي الذروة. إذا اللحظة التي تصبح فيها أ هي الذروة، شنو هي؟ غتقول لي هي الذروة. جيد. بعد تأخر زمني مع مرور الزمن فيوصل التسويه، غيوصل لي التسويه لبي. ركز معايا جيدا، هاي بي، هاي أرجعت للمكان ديالها الأصلي. وقلنا هاد المسألة كتعني أنه وسط مرن، شرحنا هادشي بالتفصيل في الدرس. جيد، رجعت للمكان ديالها الأصلي. إذا إلا كانت اللحظة تي هي اللي ملي كانت فيها أ الذروة، ياك؟ إذا بعد واحد التأخر زمني في غيوصل التسويه، غيوصل بي بالضبط، غتكون بي هي الذروة. إذا تكون بي وصلت القمة ديال الارتفاع، هاد اللحظة شنو هي؟ هذه هي تي زائد الطو. متفقين؟ إذا لاحظ معايا هنا، اللحظة تي كانت تسويه كتساوي زيرو، كانت تسويه في المنبع، غيخرج هي من المنبع، ياك؟ في غاية تما غادي، غيخرج تما غادي الأ، مزيان. هاد اللحظة اللي كانت فيها أ هي الذروة، أشنو سميناها؟ سميناها تي. إذا نحنا غاديين، هذه هي تي، هنا وصلنا تي، غنتمو غادي بحال مدة زمنية أخرى. إذا المدة الزمنية الأخرى اللي تزادت لي من هذا هنا ولات فيها ب هي الذروة، شنا هي؟ هي هي طو. إذا لا حسبنا المدة الزمنية من هنا حتى ب شحال؟ هي تي بلس طو، لأن هذه سميناها طو وهذه سميناها تي. إذا هادشي كامل شناهو؟ هو تي بلس طو. مزيان. إذا أشنا هي اللحظة اللي كتكون فيها واحد النقطة من الوسط في أعلى ارتفاع، النقطة أ هي تي. واش دابا الارتفاع ديال بي ما كيساويش في هاد اللحظة الارتفاع ديال أ في هاد اللحظة؟ واش الارتفاع ديال بي في هاد اللحظة ما كيساويش الارتفاع ديال أ في هاد اللحظة؟ طب الحال كيتساواو، وحنا شنو قلنا الارتفاع ديال واحد النقطة؟ هي الاستطالة. مزيان. إذا اش غتقول لي هنا؟ غتقول لي إيكراك ديال أ، ياك؟ اش كتساوي؟ كتساوي إيكراك بي، متفقين؟ عامل لتي بلس طو. إمتى كتولي إيكراك بي كتساوي إيكراك أ؟ إمتى كيولي هاد النقطة بي الارتفاع ديالها كيولي كيساوي الارتفاع ديال أ؟ حتى كدوز واحد المدة زمنية تي بلس طو، متفقين؟ إذا إيكراك بي تساوي إيكراك أ، ولكن بشرط بعد مرور مدة زمنية تي بلس طو. لو بدي العملية العكسية، نبدأ بإيكراك بي، متفقين؟ شنو نقول؟ إيكراك بي شكون يهتز أولا؟ اللي يهتز أولا هو أ. إذا غتساوي إيكراك أ، شخصي ندير؟ خصني نقص هاد التسويه راهو صار قبل، يعني خصني نقول هي إيكراك أ عامل تي ناقص طو. متفقين؟ إذا إيكراك بي تساوي إيكراك أ، ولكن في أي لحظة؟ بعد ما مرت واحد المدة تي بلس طو. دابا بغي ندير نرجع فلاش باك، نرجع أون أغيير، نرجع باللور. متفقين؟ نقول إيكراك بي إنت ساوات إيكراك أ، وراء أ اهتزت قبال. إذا رد معايا البال، بغيت نرجع أنا من بي إلى أ، شخصني ندير؟ خصني نقص طو. متفقين؟ إلا بغيت أنا نرجع دابا من بي إلى أ، حنا شكون عارفو التسويه كيمشي لقدام. أسيدي نقول لك أنا، تخيل معايا أنا التسويه غيرجع للور، بحال دابا بغينا نرجعوه للمنبع. يلا تما مرجع معايا للمنبع،
رجعوا تما راجع 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 غتصير واحد اللقطه اش وصلتي للاب. اصلا امتى وصل هو الاب؟ وصل الاب لحد التي. اذا خصني ندير هنا خصني نقص الطو، اذا انا نقص الطو اش غيبقى؟ غيبقى التي، وبالتالي فعلا وصلت النقطه ا. الا مشيت نقص هاد الطو، الا مشيت بغيت نرجع هنا خصني نقص الطو، لان الطو شنو هي؟ راه الطو هي المده الزمنيه اللي داتني من ا لبي، وانا بغيت دابا نشوف بي ايكغيك بي. اذا خصني ندير خصني نقص واحد الطو باش نرجع اش باش نرجع لايكغيك ا. انا ذاك الا شديت ايكغيك ا ونقصت منها اللحظه ديالها ونقصت منها الطو اللي هي داتني بي، اش غيولي؟ غتولي ايكغيك ا اش كتساوي ايكغيك بي. اظن ان هذا الشيء واضح. اذا هذه المساله بطبيعه الحال واضحه. بحال مثلا نعطيك مثال، الا خدينا مثلا الحافله طوبيس مثلا، كيجي مثلا الصديق ديالك كيطلع مثلا في واحد المحطه معينه، ياك هذيك اللحظه نسموها تي، ياك مزيان كدوز مده زمنيه حتى انت كتطلع في حافله، ياك هذيك المده الزمنيه بينك انت بين هو في ركب وفين غتركب انت، ياك هذيك المده هي طو. اذا اللحظه تي مثلا 8 الصباح طلع هو 8 ونص مين وصل عندك انت الحافيه، طلعتي من غتطلع انت واش ما يوليش عندك نفس الارتفاع معاه؟ يولي عندك نفس الارتفاع. اذا انت ولا عندك نفس الارتفاع مع 8 ونص مين، اذا مع 8 هو طلع 8 ونص مين ولا عندكم نفس الارتفاع. اذا الارتفاع ديالك انت اش كيساوي الارتفاع ديال الصديق ديالك، ولكن اين شرط؟ بعد مرور 10 دقائق. هادشي اللي قلنا هنا تلقين الارتفاع ديالك انت هو الثاني، انت غادي يولي كيساوي الارتفاع ديال الصديق ديالك اللي طلع هو الاول الى زدناه واحد 10 دقائق. الا شفنا اللحظه ديالو هو مع 8 وزدناها 10 ديال الدقائق، انا ذاك انت هو الصديق ديالك هو النقطه ا وانت هو النقطه بي. الصديق ديالك طلع مع 8، هذه هي 8 ديال الصباح، ياك وانت غتطلع ليها، هادشي كامل شحال كيساوي؟ 8 و10 دقائق، 8 و10 ديال الدقائق، متفقين؟ مزيان. اذا متى يصبح الارتفاع ديالك انت يساوي الارتفاع ديال الصديق ديالك؟ الى مشينا تزدناك واحد 10 ديال الدقائق، 8 زائد 10 ديال الدقائق عطاتني 28 دقيقة، متفقين؟ بغينا نديرو بالدلالة أخرى، بغينا نرجعو، شخصين ننقص باش نعرف الارتفاع ديال الصديق ديالك مع 8 اش غدير؟ غتنقص 10 ديال الدقائق. ولهذا اش غادي نقول ليه؟ غنقول ليه إيكغيك أ، سوا تقول ليه بحال هكا، إيكغيك أ كتساوي إيكغيك بي تي بلوس طو، ولا إيكغيك بي كتساوي إيكغيك أ تي موان طو. شنو قالك هو؟ قالك عطيني إيكغيك بي بدلالة إيكغيك أ، إذا هو خصو في هاد السؤال هذا تعطيه هذا. وكنظن أن هادشي راه واضح جدا بالنسبة للتلامذ. بيان، نتمم الآن. إذا في الجزء الثاني من التمرين تحديد سمك طبقة جوفية من النفط، اش قال لي؟ لتحديد سمك ال لطبقة جوفية من النفط استعمل أحد المهندسين مجس جهاز الكشف بالصدى. دونك كيشرح لي التجربة بطبيعة الحال، خصني نقرا ونستوعب جيدا شنو غيقول لي. يرسل المجس عند لحظة التك تساوي صفر، يعني التك تساوي عند لحظة البدئية إشارة فوق صوتية. إذا ما في الجزء الأول من التمرين خدمنا بالصوت، دابا كنخدمو فوق الصوت، موجة فوق صوتية، هذا معطى مهم. مدتها جد وجيزة، هذيك المدة هذيك الموجة الصوت فوق صوتية غتنتشر في مدة جد وجيزة. عموديا على السطح حر للطبقة الجوفية من النفط. وركز على أول عبارة غتجي دابا، قال لك ينعكس هذا السطح، ينعكس، ركز جيدا على هاد المسألة اللي يقول دابا، ينعكس على هذا السطح جزء من الإشارة الواردة بينما ينتشر الجزء الآخر في الطبقة الجوفية لينعكس مرة ثانية عند القعر. كلمة ينعكس، عبارة ينعكس، شنو قلنا في الدرس الكلامي؟ عبارة ينعكس إذا كان المنبع ديال الموجة الصوتية ولا الموجة فوق الصوتية ثابت، عبارة تنعكس كيعني
كاين ان المسافه المقطوعه هي اثنان يدي. رجع للدرس بحال وداك الشيء راه فصلناه كما ينبغي. ثم يعود الى المجاز، اذا موجود فوق صوتيه كدير في القعر وغاد ترجع تضرب بحال المجاز او كنسموه كما قلنا الصونار، حيث يتحول الى اشاره جديده مدتها جد وجيزه. كذلك يكشف المجاز عند لحظه تي ان عن الحزه تي ان الموافقه للموجه المنعكسه على سطح الطبقه الجوفيه من النفط، وعند لحظه تي 2 من عن الحزه تي 2 الموافقه للموجه المنعكسه على قعر الطبقه النفطيه. يمثل الشكل 4 رسما تخطيطيا للحزتين الموافقتين للاشارتين المنعكستين. اوجد قيمه ال سمك الطبقه النفطيه، علما ان قيمه سرعه انتشار الموجه فوق صوتيه في النفط الخام هي V1 كتساوي 1.3 كيلومتر بار سكون. اذا رسموا الشكل باش يتضح مزيان، تضح الامور جيده. اذا هنا رسمنا التبيان التجريبي اللي عطاني هويا. رد معايا البال، خاصني نفهم جيدا اش بغا يوصلني في المعطيات ديال التمرين. نضرب بحال هاد الانعكاس راه تكلمنا عليه هنا في الدرس بطريقه مفصله. قرا هاد العبارات وكل عباره سطر عليها وحاول تفهم التمرين. لاحظ معايا قال لي ينعكس على هذا السطح، وقلنا كلمه انعكاس تعني ان المسافه مضروبه في اثنين. ينعكس على هذا السطح جزء من الاشاره الوارده بينما ينتصر الجزء الاخر في الطبقة الجوفية الانعكاسة مرة ثانية عند القعر. اش وقع هنا؟ انا غنحاول نبسط لك اكثر باش تفهم شنو واقع. الموجات فوق صوتية، ملي كنقول انا موجات فوق صوتية راه موجات جمع موجة، اذا راه كاينة مجموعة من الموجات. اش قال لي؟ انا غنشد هاد الرسم اللي عطاني هو وغنفرقو باش يتضح لك الامر. قال لك اسيدي جزء من الموجات، الجزء الاول شنو دار؟ هذا هو السطح، هذا هو السطح وهذا هو القعر، هذا هو القعر ياك، وهذا هو السطح ديال الطبقه النفطيه السطح. قال لك سيدي بان واحد الطبقه، واحد الجزء من الموجه الصوتيه اشنو دار؟ جا السطح ياك، ها هو هابط السطح، انعكس جزء من الموجات فوق الصوتيه وصل حتى السطح، شنو دارت؟ انعكست يعني رجعات المجاز. بينما الجزء الاخر، ركز معايا، بينما الجزء الاخر شنو دار؟ هبط لينا كمل طريقه حتى القعر، هاو هبط القعر اللي رجع. واش دار ليك؟ شد ليك هاد الجوج بجوج دارهم ليك في خط واحد باش يدلفك، طالقين باش يعرفك انت واش فاهم. ولكن رد معايا البال، في المعطيات ديال التمرين شرح لك هذا الشيء بتفصيل، يعني انت خصك تفهم من عندك. اشنو قال لك؟ قال لك المجموعه ديال الموجات الصوتيه فوق الصوتيه مثلا كانوا سبعه الموجات، حقا حنا كنقولوا موجات، كانوا جايين سبعه ياك، كانوا جايين سبعه لحظه الوصول للسطح ثلاثه سيدي رجعوا، شحال بقاو؟ بقاو اربعه، هاد اربعه هما اللي كملوا طريقهم، هما كانوا جايين تال هنا ما رجعوش، الجزء رجع وهادو اللي هبطوا كاملوا طريقهم. اذا انا شنو درت هنا؟ مثلت ثلاثه اللي رجعوا، وبهذا الاسود مثلت ثلاثه اللي غيوصلوا هنا، اربعه اللي وصلوا هنا وغيكملوا، هادو اربعه. اش دار هو؟ مثل لك كلشي هنا، بقى كيدير لك هنا ذهابا وايابا، السهم طالع وهابط شي جوج مرات كيدير باش يقول لك رد معايا البال. حنا شنو قلنا في الدرس؟ قلنا بانه الصوت، سرعة انتشار الصوت تتعلق بطبيعة الأوساط، بالضبط بكثافة الأوساط. إذا قد ما الصوت كيغير وسط الانتشار كتغير السرعة ديالو، متفقين؟ سرعة الصوت هنا اش كان؟ الهواء. سرعة الصوت هنا في هذا الحيز ماشي هي السرعة داخل البترول، داخل النفط، متفقين؟ إذا هاد السرعة في النفط بحال النفط عبارة عن جسم سائل، غتكون السرعة أكبر، وضيق هو عطاها ليا. قال لي بان في ديال سرعه الصوت في النفط هي 1.3 كيلومتر بار سكون، يعني هي 1.3 في 10 اس 3 متر بار سكون. المهم هو ان هنا كان الهواء وهنا كان النفط. حنا في الدرس قلنا
كاين واحد العباره مهمه جدا، ملي كيكون عندك موجات فوق صوتيه، ثلاث موجات مثلا، موجات فوق صوتيه غاديين ياك، اش كاين هنا؟ هواء كيتمو غادي ما كيتفرقوش ياك، غيوصلوا هنا من اليد ديالي ولور، كاين وسط اخر، كاين بترول مثلا، كاين جسم صلب، يكون اللي بغى يكون ياك، ها هما جايين، ها هما جايين ثلاثة ياك، ملي كيوصلوا لواحد المكان غيتغير فيه الوسط، يعني كانوا في الهواء غيدخلوا لوسط اخر، اش كيديروا؟ جزء من هاد الموجات كترجع، والجزء الاخر كيدخل الوسط، يمتصه الوسط، متفقين؟ بحال دابا حنا ملي كنكون مثلا في واحد البيت مثلا، سادين علينا في واحد القاعه وسادين علينا ياك، مزيان، وهاد القاعه فارغه، متفقين؟ ملي كدوي انت واش كيرجع لك الصوت ديالك ولا لا؟ كيرجع الصوت ديالك، مزيان. الناس اللي على برا واش كيسمعوا الصوت ديالك ولا لا؟ كيسمعوا الصوت ديالك، مزيان. اذا جزء من الصوت ينعكس عندك، وجزء اخر يمتصه الجدار، اش كيدير الجدار؟ يمرره للجهه المقابله، متفقين؟ اذا انا ملي كنتكلم انا مثلا، خصوصا نتكلم بصوت مرتفع، الغرفه فارغه، جزء من الصوت كيتردد كيرجع عندي، ينعكس لعندي، والجزء الاخر يمرره الجدار، يمتصه الجدار للجهه المقابله، وهذا الشيء اللي كيوقع. اذا هما غاديين بثلاثه ياك، ورد معايا البال، الجدار شنو هو؟ الجدار عباره عن جسم صلب. اذا شنو دار الجدار؟ ملي قلت انا مثلا هذا هو، انا هو المنبع ديال الصوت، مزيان، اعطيت واحد الموجه صوتيه، اشنو دار؟ وصلت الجدار. اذا قبل ما توصل الجدار فين انتشرت؟ في الهواء. ملي وصلت الجدار، اش كاين الجدار؟ عباره عن جسم صلب. اذا هناك تغير للوسط. اذا اش كيدير الجدار؟ كيرجع لي، بما انه وسط اخر من غير الهواء، الصوت دابا شنو دار؟ انتشر في الهواء، مزيان، وصل الجدار، جسم صلب، جسم اخر ماشي هو الهواء، متفقين؟ اش كيدير الجسم الاخر؟ الجسم الاخر كيرجع لك جزء من الموجات الصوتيه ديالك، ويمرر جزء اخر. بحال دابا هنا عندي الهواء، وهذا هو الجدار، هذا هو الهواء، موجات صوتيه غاديين وصلوا للجدار. اش كيدير الجدار؟ يمرر جزء من الموجات الصوتيه، غادي يمشيو دوزهم، واش كيدير؟ وجزء اخر يعكسه في اتجاه المنبع من جديد، كيرجعوا للمنبع اللي هو في الحاله من جس. كنظن انه الفكره واضحه. اذا جزء من الموجات الصوتيه كيجي هنا، اش عندي هنا؟ في هذه النقطه عندي تغير الوسط، في هذه النقطه غنبدا ندخل في القعر، غنبدا ندخل في السطح ديال ديال الهواء، ديال النفط. اذا اش عندي هنا؟ عندي هنا النفط، متفقين؟ اذا اش عندي؟ عندي هنا الميجس، رد معايا البال، اش كيعطيني؟ موجات صوتيه، موجات فوق صوتيه. اذا اش عندي؟ عندي ميجس اللي كيعطيني موجات فوق صوتيه، جيد. عطاني هاد الموجات فوق صوتيه، في هاد النقطه اش كيوقع ليا؟ كيوقع ليا تغير الوسط، علاش؟ لان هنا كاين النفط، هنا كاين النفط. اذا بما انه في هاد النقطه غيوقع تغير ديال الوسط، تنعكس جزء من الموجات فوق صوتيه، وتمرر واحد جزء من الموجات فوق صوتيه. اذا هاد واحد الجزء ها هو قال لك وصل هنا ورجع ياك، والجزء الاخر اش دار؟ كمل في النفط، فيما كيوقع عليه تغير، جزء كيرجع وجزء يمتص من طرف الوسط الثاني، جيد. لاحظ معايا اشنو قال لك؟ قال لك اسيدي هذا الجزء هذا اللي وصل حتى للسطح ورجع، المده الزمنيه المستغرقه هي هذه بي ان، هي واحد سكون، بينما هذا اللي غيجي حتى لهنا وغيعاود يرجع ميجس، غتكون المده الزمنيه من هنا حتى لهنا ذهابا وايابا هي 2.2 سكون. لان الميجس كيدير؟ الميجس كيصيفط الموجات فوق صوتيه، ملي كيعاود يستقبلها كيعطيك الوقت. هذه الجزء الاول اش دار؟ مشى هنا ورجع، معاك توصل ليه كيقيد لك الوقت، معاك تعاود ترجع الموجات فوق صوتيه كيقيد. بحال دابا هنا اش دارت هادو؟ كملات، ما كيقيدش دابا، زيد 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 زيد
حتى كتعاود ترجعي من جديد، ملي كيعاود يستقبلها من جديد كيقيد لك المده المستغرقه. اذا هذا واحد راه هي هذه المسافه المقطوعه ذهابا وايابا، هذه المسافه هذه ذهابا وايابا قطعناها فاش في واحد سكون، بينما هاد 2.2 راه هي هذه المسافه من هنا ذهابا وايابا. طافقين؟ اذا كمده زمنيه الا قلت لك انا بي 2 ناقص بي 1 كمده زمنيه مزيان، ماذا توافق كمسافه؟ غتقول لي بي 2 ناقص بي 1 يعني 2.2 ناقص 1، هذه من هنا حتى لهنا شنو هي؟ هي هذه المسافه ضربناها الي روتور ياك. مثلا نسيبوزي ان هذه مثلا دي، مثلا هادشي ما داروش هو في التبيانه اللي كندير انا هنا مزيان. لاحظ معايا هنا هاد الدي، رد معايا البال، الا قلنا ال بلس دي، ال بلس دي هاد المسافه كامله هي هادي ياك، شديناها ضربناها في اثنان، شديناها ضربناها فاش في اثنان مزيان. علاش؟ لان هاد الصنف من الموجات هاد الجزء هذا اش دار؟ جا لهنا ورجع. اذا قطع المسافه ال بلس دي شحال؟ جوج مرات. في كم المده؟ في المده 2.2 سكون مزيان. المسافه دي، المسافه دي شحال قطعناها ذهابا وايابا؟ في بي 1 يعني في ثانيه واحده. اذا 2 دي هبطنا حتى لهنا ورجعنا، شحال قطعناها؟ قطعناها سيدي في 1. صافقين مزيان. اذا انا كنعرف ان واحد العمليه الا درت مثلا الطرح ديال المده الزمنيه خصني ندير الطرح ديال المسافه. صافقين مزيان. اذا انا قلت 2.2 ناقص 1 خاصني نقول هي 2 ال، انشر هادشي هذا هنا، 2 ال زائد 2 دي ناقص اش؟ قلت هذا ناقص هذا، يعني خصني نقول هذا ناقص هذا، ناقص 2 دي. مشات لي هاد 2 دي مع هادي، عندنا متلقى باش بقات لي، بقات لي 2 ال. اذا اش استنتجنا هنا؟ استنتجنا انه لو كان عندي بي 2 اللي هي 2.2 ناقص بي 1 اللي هي 1، المدة أو المسافة المستغرقة هي 2 ال مزيان. هاد ال اش كاين اللي في هاد ال؟ في هاد ال العرض ديال اش كاين؟ كاين النفط. إذا أي سرعة نخدم بها؟ هو السرعة ديال الهواء هنا ولا سرعة النفط؟ لا، بما أن بقات لي 2 ال نخدم بسرعة النفط. إذا أوتوماتيكمون شنو غنقول؟ غادي نقول في ديال النفط ياك، في ديال البترول اش كتساوي؟ كتساوي المسافة. شنو هي المسافة المقطوعة هنا؟ هي 2 ال. بالمقابل إذا كانت المسافة هي 2 ال، اش غتكون المدة الزمنية؟ غتكون هي بي 2 ناقص بي 1. وأشنو بغيت أنا؟ بغيت بطبيعة الحال ال، بغيت ال. إذا نطلع هذا هنا ياك، ونهبط هذا هنا، غتبقى لي ال بوحدها. إذا ال اش كتساوي؟ كتساوي في بي عامل بي 2 ناقص بي 1 على 2. بطبيعة الحال ما بقى لي الا اش كتساوي؟ كتساوي في بي قال لي 1.3 كيلومتر، من الكيلومتر للمتر غادي نحولها ب 10 اس 3 باغ سكون بيان سور، هي 1.3 في 10 اس 3 عامل 2.2. بطبيعة الحال هذه بي 2 ناقص بي 1 اللي هي بطبيعة الحال 1 على 2. اذا تطبيق عددي هنا 1780 متر. دونك كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. اللي عنده شي سؤال بطبيعه الحال في لي كومونتير مرحبا بكم، ما كاينش مشكل. نتمنىكم انكم تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم، ساعدونا وحفزونا على اننا نقدموا المزيد ان شاء الله تعالى. وحنا راه الاشاره ديالكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.